بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم طلاب الأعزاء في مقرر بحوث العمليات لكلية الأعمال جامعة الملك خالد. مقررنا بإذن الله يحتوي على 6 فصول. الفصل الأول هيكون مقدمة، الفصل الثاني هيكون عن حل نماذج بحوث العمليات أو ما يسمى بنماذج البرمجة الخطية، الحل البياني. ثم في الفصل الثالث هيكون الحل الجبري لنماذج البرمجة الخطية. الفصل الرابع هيكون عن ما يسمى مشكلة النقل، ودي أحد تطبيقات بحوث العمليات. ثم الفصل الخامس هيكون عن مشكلة التخصيص، والفصل السادس والأخير هيكون عن أساليب إدارة المشروعات. نبدأ بسم الله في الفصل الأول وهو مقدمة. أهدافنا في هذا الفصل هي التعرف على نشأة بحوث العمليات، التعريف بماهية بحوث العمليات، التعرف على عملية صنع القرار وعلم الإدارة، توضيح أسباب الحاجة إلى أساليب بحوث العمليات، استخدام النماذج الرياضية في بحوث العمليات، التعرف على خطوات التحليل الكمي للمشكلات واستخدامها في حل المشكلات الإدارية. نبذة تاريخية عن بحوث العمليات: يعود استخدام بحوث العمليات إلى الحرب العالمية الثانية، وكانت وقتها تستخدم في أغراض عسكرية، حيث قامت فرق عمل من المتخصصين في الرياضيات والهندسة وعلم السلوكيات بدراسة مشاكل واقتراح حلول استخدام بحوث العمليات لهذه المشاكل. انتقل بعد ذلك استخدام بحوث العمليات إلى المجالات غير العسكرية، وفي الحقيقة ساهم بعد ذلك ظهور الحاسب الآلي وتطوره بشكل سريع في تطبيق بحوث العمليات في حل المشاكل كبيرة الحجم، سواء في علم الإدارة أو في الصناعة. ما هي بحوث العمليات؟ بحوث العمليات هي عبارة عن مجموعة من الأساليب الكمية. هذه الأساليب الكمية تستخدم بشكل واسع في المساعدة في عملية اتخاذ القرار. أيضا بحوث العمليات هي عملية صنع القرار مبنيا على المنهج العلمي، اعتمادا على أساليب التحليل الكمي في حل المشكلات بهدف الوصول إلى حل أمثل لهذه المشكلات، أو ما يسمى Optimal Solution. طبعا هذا Optimal Solution أو هذا الحل الأمثل بيكون في حدود مجموعة من الإمكانيات والموارد المتاحة. أيضا بحوث العمليات هو علم التمثيل الرياضي لمشاكل عملية أو لمشاكل عملية اتخاذ القرار وإيجاد حل لهذه النماذج. كل دي تعريفات لعلم بحوث العمليات. بحوث العمليات وصناعة القرار. خطوات صناعة القرار عندنا 5 خطوات. الخطوة رقم 1 هي تعريف المشكلة محل الدراسة. الخطوة رقم 2 تحديد البدائل لهذه المشكلة. ثم الخطوة رقم 3 بتكون اختيار أحد المقاييس لمقارنة هذه البدائل اللي كانت في رقم 2. الخطوة رقم 4 بتكون تقييم هذه البدائل. ثم الخطوة الخامسة والأخيرة بتكون اختيار أحد هذه البدائل. هذه الخطوات الخمسة نقدر نقسمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي 1 و2 و3 تندرج تحت ما يسمى بناء المشكلة. الخطوة رقم 4 ورقم 5 تسمى تحليل المشكلة. بحوث العمليات وصناعة القرار. تقييم البدائل في بحوث العمليات بيكون عبارة عن إما تحليل نوعي أو تحليل كمي. اللي احنا بنستخدمه في الحقيقة في بحوث العمليات هو التحليل الكمي. التحليل النوعي بيكون للعوامل التي لا يمكن قياسها بشكل كمي، زي الأثر البيئي، زي رضا العملاء وما إلى ذلك. كل ده بيسمى تحليل نوعي، وده ليس محل دراستنا. محل دراستنا بيكون هو التحليل الكمي في تقييم البدائل.
أسباب الحاجة إلى بحوث العمليات. متى نحتاج إلى بحوث العمليات؟ رقم واحد، في حالة وجود مشكلة معقدة، هذه المشكلة تتداخل فيها عدة عوامل، أقدر في هذه الحالة أستخدم أساليب بحوث العمليات في حل هذه المشكلة أو الوصول للحل الأمثل لهذه المشكلة. الاحتياج إلى تفسير كمي، أستطيع بحوث العمليات تفسير القرار، لماذا أتخذ هذا القرار بالتحديد. الحاجة إلى تقليل المخاطرة عند البدء في مشروع جديد. السبب رقم 4، هي مشكلة كثيرة التكرار مع اختلاف مدخلات هذه المشكلة. رقم 5، تحقيق ميزة تنافسية لشركتك. دي أسباب الحاجة إلى بحوث العمليات. استخدام النماذج الرياضية في بحوث العمليات، وزي ما قلت في البداية إن النماذج الرياضية هي أساس بحوث العمليات. النماذج الرياضية هي عبارة عن وصف رياضي لموقف أو موضوع أو مشكلة معينة، لموقف أو موضوع أو مشكلة معينة، وهنعرف ده حالا في بعض الأمثلة. يتم بناء النماذج الرياضية في بحوث العمليات من خلال كتابة المشكلة في شكل معادلات، هذه المعادلات معادلات رياضية طبعا، ونستطيع بها بناء النموذج الرياضي. تساعد النماذج الرياضية في التعامل مع المشكلة ككل، تساعد أيضا النماذج الرياضية المحلل على رؤية المشكلة بوضوح وتحديد البيانات ذات العلاقة، تساعد أيضا النماذج الرياضية في توضيح العلاقة بين كل من السبب والأثر. خطوات التحليل الكمي، خطوة رقم 1 هي تحديد المشكلة. عمليا لابد من المرور بهذه المراحل عند التحليل الكمي لأي مشكلة. رقم 1، تحديد المشكلة، وهي الخطوة الأولى وهي الخطوة الأهم طبعا عند إجراء التحليل الكمي، حيث يتم التعبير عن المشكلة في شكل صياغة واضحة ودقيقة. الخطوة رقم 2 هي تكوين النموذج الرياضي، هي المرحلة الثانية، أي هي مرحلة صياغة المشكلة أو problem formulation. يتم فيها تكوين النموذج الرياضي عن طريق ترجمة التعبيرات اللغوية اللي موجودة في المشكلة عندي إلى معادلات أو إلى علاقات رياضية. النموذج الرياضي هنقسمه إلى جزئين، الجزء الأول عبارة عن مدخلات لا تستطيع المنظمة التحكم فيها وتسمى parameters، مثل سعر بيع السلعة أو تكلفة إنتاج السلعة وما إلى ذلك. مدخلات تستطيع المنظمة التحكم فيها دي تسمى decision variables، مثل عدد الوحدات المنتجة أو كمية البضاعة المشحونة، وتكون هذه المدخلات هي المجاهيل في النموذج الرياضي التي يجب تحديد قيمتها عند حل هذا النموذج. الخطوة رقم 3، جمع البيانات. في جمع البيانات بيتم جمع البيانات عن المدخلات غير المتحكم فيها، سواء جمع البيانات بيكون من مصادر داخلية للشركة مثل سجلات الشركة أو المؤسسة، أو من مصادر خارجية مثل مقابلات العملاء أو استطلاع رأي العملاء وما إلى ذلك. الخطوة رقم 4 هي حل النموذج، يتم فيها إيجاد قيم المتغيرات المتحكم فيها. زي ما قلت قبل كده إن عندي متغيرات لا تستطيع المنظمة التحكم فيها، ودي بيتم جمع البيانات عنها في مرحلة جمع البيانات، بينما المدخلات التي تستطيع المنظمة التحكم فيها أو المجاهيل بتكون هي في مرحلة حل النموذج، بيتم إيجاد قيمتها في مرحلة حل النموذج طبعا بدون تجاوز القيود المفروضة على هذا النموذج. رقم 5، كتابة التقرير. في كتابة التقرير دي المرحلة الأخيرة بعد حل النموذج، يتم فيها توضيح حل المشكلة وطريقة تنفيذ هذا الحل.